يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، سؤالي: أني قد تزوجت على امرأة بكر، لكني أشك يا فضيلة الشيخ في بكارتها، لأنه كان يسكن مع أهلها سائق، فأنا أشك بها كثيرا، أرجو إشفاء غليلي والجواب على سؤالي. أحسن الظن وتوكل على الله واترك الشكوك والأوهام، اترك الشكوك والأوهام والوساوس، توكل على الله عز وجل. نعم.